الحدود. اي صوتك زين بالله، صلي على محمد وآل محمد، خلف حد صوتك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. على آل سيد، على آل سيد محمد قلتها. أحسنت، تفضل مقداد، صوتك الآن جيد، إن شاء الله ما يقطع. أنا في كل صلاة أصلي على آل سيدنا محمد. عفية عفية، بارك الله فيك، تفضل. هذه عقيدة عندنا احنا في كل صلاة، ردا على المغربي اللي اتصل امبارح اللي حكيت لك اسمعني فيه في اتصال. المغربي الشيعي الاصل اللي قال انا تسننت، واتهم اهل السنه بالنصب لاهل البيت. ايه اتهم اهل السنه بالنصب لاهل البيت. انا مستعد اجتمع واياه في اتصال، اختبر وعيه في اصول الدين لدى السنه عشان اثبت لك انه ليس سني. ليس هو دخلنا نختبرك، انت عندك وعي باصول السنه او الشيعي؟ بعدين نختبر. الاخ المغربي اللي اتصل امبارح اللي قال أنا كل سني وأهل السنة يعادون الحسين، وأهل السنة ما يعادون الحسين، هذا الكلام كله باطل. أنت عندك وعي سني؟ أنت عندك وعي سني؟ عندك وعي سني؟ أنت عندك وعي سني؟ نعم الحمد لله عندي وعي سني. زين، راح أسألك عن الوعي السني في موضوعنا، ما أريد أخرج في موضوع آخر. أنت الآن جيش علي تقاتل مع جيش معاوية سلام الله على علي، انت بالوعي السني انت بالوعي السني استغفر الله العظيم، انت بالوعي السني تكون مع علي بن ابي طالب ام مع علي مع هاشم؟ مع مين؟ مع هاشم مع علي سلام الله عليه. عائشة لم تخرج للقتال. خلينا نشوفها. عائشه رضي الله عنها ما ادري ما انت تكون مع الجيش اللي خرج، هي كانت على جنب، الجيش اللي خرج كان تكون معه ولا مع علي بن ابي طالب عليه السلام؟ انا يعني السؤال غير مفهوم يعني. يا عمي في معركه اسمها معركه الجمل، ما اسمها صلح الجمل، اسمها معركه حرب الجمل، حرب بين علي بن ابي طالب وبين عائشة وطلحة والزبير، انت تكون مع علي عليه السلام ولا مع عائشة؟ يلا يا ابو الوعي. نعم ابو الوعي. نعم يلا ابو الوعي تفضل. لا تقول لي يا ابو الوعي تفضل، لا تحاول تستفزني. يلا تفضل. اذا كنت عالم ان الفتنة راح تقع بروح عند الامام علي بقول له ترى السبائيين راح يدخلوا بيناتكم يفتنوكم. يعني تقاتل، يعني تقاتل مع علي سلام الله عليه؟ لا ما اقاتل معه. انا اذا تقاتل مع عائشه، اذا تقاتل يا با، اذا تقاتل مع عائشه اذهب اليه اقول له في ناس راح يدخل يفتي. ادري ماشي، ذهبت له وهو قال لك انه انا على الحق، تقاتل معه ولا مع عائشه؟ يا حبيبي ما كانت قاتل، وكان يعرف مين هم اللي راح يفوتوا يفتنوا ومسكهم وفتحهم فتح. يعني كل هذول الصحابه اللي كانوا كلهم ما فيهم واحد بمستوى تفكيرك ويقول لعلي بن ابي طالب لا تقاتل ويقول لعائشه لا تقاتلي وتنتهي المعركه، ما في واحد زين؟ والله الصحابه لما تقاتلوا، والله الصحابه لما تقاتلوا كل واحد منهم ضم بقي الثاني على الاخر، والمعركه قامت فتنه مره واحده. ادري يا اخ مقداد، يا اخ مقداد انت تقول اقول لعلي بن ابي طالب كلمه وامنع المعركه، ما في واحد زين مثلك كان من الصحابه وكان قال لك كلمة؟ ما حدا عرف فتنة وقامت مرة واحدة. شلون فتنة وهم جاءوا بأسلحة من مكة إلى البصرة؟ لا ما خرجوا لقتال علي، ولا حديث صحيح واحد يقول خرجوا لقتال علي. قاتلوا من؟ ولا حديث صحيح يقول أن عائشة رضي الله عنها. أدري يقاتلون من؟ كان يقاتلون من؟ الخوارج ما خرجت في القتال. بابا هم جاؤوا بجيش رايحين للبصره، ذهبوا للبصره من اجل ايش؟ لا الجيش كان خارج المسير اللي قتلت عثمان. اللي هم مين؟ اللي جيش طلحه والزبير. ادري قتلت عثمان اللي هم مين؟ نعم قتلت عثمان اللي هم مين؟ الشيعه الخوارج اهل الكوفه. شيعه يقول هذا؟ ايه اللي هم مين؟ اهل
قتل انت مو ليش هو ما قتل بأي مكان قتل انت مو قلتوا ما في شيعة بزمن النبي وبزمن الإمام علي ما في شيعة كلهم سنة لا صاروا شيعة اتباع الخوارج اتباع الخوارج يعني في شيعة ولا ما في والله حرنا في شيعة ولا لا صلى النبي صلى النبي اليوم يسمون الشيعة نفسهم في ذاك الزمن قتلوا عثمان الشيعة اللي قتلوا عثمان يعني في شيعة في زمن النبي لا أتباع الشيعة أتباع قتلت عثمان يسموا الشيعة اليوم أتباع قتلت عثمان وذولا قتلت عثمان سنة ولا شيعة ما في ما كان في شيء اسمه سنة وشيعة سابقا لكن قتلت شلون ما في لعد شلون النبي قال شلون ما في النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء إيه لكن ما كان في شيء اسمه شيعة مو كان سنة يعني تبعوا السنة شوال بلو يا رب تفضل سيدة تفضل تفضل سيدة الأخ يقول الأخ الآن يتكلم عن قتلة عثمان طيب أنا أسألك سؤال أخوان العزيز هو عثمان قتل في الكوفة أم في البصرة حتى الشيعة قتلوه وين قتل في الكوفة أم في البصرة عثمان رضي الله عنه عثمان قتل في الكوفة أم في البصرة الصراحة ألو. ما عندي علم ما عندك علم الله المستعان الله المستعان يعني ما عندك علم تتكلم وتقول وتقول اهل الكوفه قتلوا طيب هو وين قتل هو قتل بالكوفه هو هل قتل بالكوفه حتى اهل الكوفه قتلوا ها اخونا هل قتل في الكوفه حتى يكون اهل الكوفه قتلوا صل على النبي صل على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الان الله الان اخونا محمد تم التبرع للقناه بمبلغ كم صفر هذه والله ما ادري 10 ملايين تومان او مليون تومان مليون تومان الان اخ محمد تم التبرع للقناه بارك الله بك جزاك الله خير الجزاء الو اي تفضل مقداد تفضل طيب هذا واحد انا بس بدي احكي لك الان انا لما اتصلت عليك ما اتصلت عليك عشان اناقش في موضوع الحلقه فيا ريت تستمر معي في النقاش اللي فات هاي اولا ثانيا انت تطلب مني ان اكون محترم تمام اي تفضل وتقول انني اليوم اذا جاوبت مع ميتة من موتى تمام يا اخي ادخل في الموضوع يا مكرم ادخل في الموضوع يا اخي انت بتطلب مني ان اقول لك كلمه اخي هي اللي قلت لك كلمه اخي ميثم الموسى ولما امبارح يقول نظر الله وجه عائشة في النار هل هذا يجوز ونقل روايه سيله وين المصدر سيد وين المصدر قال نظر الله وجهها في النار هو يدعو على عائشة انا قلت نظر الله طالبه بالمصدر يا اخي طالبه بالمصدر هي حوار علمي قول له وين المصدر انا قلت نظر الله وجه عائشة في النار قال نظر الله وجهها في النار لا انا قلت منظر الله وجه عائشه بالنار نعم بالامس قلت نعم منظر الله وجهها في النار لا والله ما قلت هذا الكلام والله كذبت رب الكعبه قلت ومعها مضر منظر الله اقدامها في النار وهذه روايه عبد الرزاق الصنعاني شيخ البخاري جاوبه يلا شنو الضعيف في الروايه ما سمعت عيد سيدنا عيد سيدنا عيد لا قلت معها مضر مضر الله أقدامها في النار ما قلت مضر الله وجه عائشة بالنار ما قلت هذا الكلام تسمع لو ما تسمع أخونا لا لحظة أستاذ عمار خليك على آسف أنا ما خليك على طيب أستاذ عمار آسف طيب الحلقة موجودة حجي خلي طلعها خلي طلع تسجيل السيد يوسف الله يحفظه طيب انا راح الو هذه حيا الله اخونا عمار هذه روايه عبد الرزاق الصنعاني شيخ البخاري برقم 19889 حدثنا يقول دخلنا على حذيفه وهو محتب على فراشه يحدث الناس قال فغلبني حياء الشباب فقعدت في ادناهم وتقدم عمرو مجتنئا على عوده حتى قعد اليه فقال حدثنا يا حذيفة فقال عما أحدثكم هذا حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله فقال عما أحدثكم فقال لو إني أحدثكم بكل ما أعلم قتلتموني أو قال لم تصدقوني قالوا وحق ذلك قال نعم قالوا فلا حاجة لنا في حق
تحدثناه فنقتلك عليه، ولكن حدثنا بما ينفعنا ولا يضرك. فقال أرأيتم لو حدثتكم إن أم أحدكم إن أمكم تصلح بينكم، ها إن أمكم تغزوكم غزو تغزوكم إذن صدقتموني. قالوا وحق ذلك ومعها مضر مضرها الله في النار. هذا حذيفة صاحب سر النبي يدعو على جيش عائشة، وهذا الدعاء من النبي. حذيفة ما يعلم الغيب، هذا ينقل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. ومعها مضر مضرها الله في النار، وأصدع من سلط الله أقدامهم. ثم قال إن قيسا لا تزال تبغي في دين الله شرا حتى يركبها الله بملائكة فلا يمنعون ذنبة العبد، إلى آخر الكلام، والرواية صحيح. طيب المتكلم حذيفة ينقل كلام النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يدعو على جيش عائشة مضرهم الله بالنار، ومعها أسد عمان سلط الله أقدامهم. يلا تفضل. أنا متى قلت مضر الله وجه عائشة؟ وأنا ما أستحي، أنا عندي عائشة في النار، أنا أقول طلع عائشة في النار، أنا ما أستحي. بس ليش تقول لي ما لم أقول؟ ألو يا أخي، امرأة ركبت الجمل وقادت معركة. ابن باز يقول هي القائد، البخاري يقول هي القائد، الذهبي يقول هي القائد، علماءك يقولون هي قائد المعركة، قادت معركة وانقتل بها 30,000 إنسان. أدري ذولا يعني فين ويروحون يعني لتراب أقدام عائشة؟ هؤلاء أليسوا أنفس؟ أليسوا مسلمين؟ أليس فيهم مؤمنين؟ الله يقول من قتل مؤمنا متحمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلا إذا يقولون عائشة فوق القانون فوق النص القرآني، هذيك الساعة يكون الكلام واحد. تفضل خجين. طيب تفضل أخونا مقداد. طيب أولا هذا طيب محمد غير مطلع عليه، غير مطلع. ما تعرف عثمان وين انقتل؟ تعرف هذا اللي يعني هذه اللي الرواية تعرفها؟ ألو أنت ما تعرف عثمان وين انقتل يا بعد شدي؟ أنا لا أعرف عثمان أين قتل. ما تعرف وين عثمان قتل؟ تعرف هذه الرواية؟ يعني ما أعرف والله العظيم. تجوا متخابرون، اقروا حمروا درسوا، يعني من الصبحين على الواتساب وعلى الجو هذا وتسمع لك كلام وتجي على أساس أنت مثل الأخ هذا جايبين أقوى واحد بإدلب، أقوى شيخ بإدلب جايبين أبو محمد، جاب أبو عائشة. ألو وترشح من إدلب خلوه تركيا يدرس، ووجه هنا ما يعرف كتب الشيعة من السنة، ويجيك بعد شوية كفرك. هي هاي مصيبتنا يا هؤلاء. الأخ يقول جيش الإمام علي جيش الإمام المتخاذل، طيب بيش انتصر أخونا فارس؟ بيش انتصر في صفين والجمل ومن العاصم انكشف عور تماما بأي جيش؟ والجمل بأي قيشان من الذي حقره؟ ولا متخاذلين كيف انتصر؟ كيف انتصر في حربين؟ انتوا على من تضحكون؟ انا ما اعرف والله العظيم. الو ايه تفضل مقداد جاوب. الو اولا الحديث تبع نظر الله وجه عائشة في النار انا لا مطلع عليه، هذه اولا. ثانيا ولا احد من السنة اللي بيتصلوا فيه، ولا احد من السنة اللي بيتصلوا في البرنامج متخصص. انت تريد ان تناقش متخصص؟ الكل يفتح على اليوتيوب رامي عيسى لما طلب من ميثم الموسوي. رامي عيسى مثلك كان ما يعرف كتب السنة من الشيعة، روح ادخل مع الخلاط الفضائي رامي عيسى يستشهد بكتب السنة وبالعلماء الشيعة. هسه صار رامي عيسى مناظر، وينهم وليد اسماعيل هرب منا، اجوا هرب، اشرف غريب هرب، شيوخك كلهم هرب من هذه القناة. انت تتابع هذه القناة وما تتابعها؟ كل ذول تتكلم عنهم غربين يا اخوي، عندك واحد طرف انت تجيبه. اخونا ابو ياسر احنا المناظرة علمية عقائدية، يعني ليست في مسألة الحمامات وغيره، احنا ما عندنا حمامات حتى نناظر رامي عيسى، احنا عندنا مناظرة عقائدية وموضوع عقائدي مطروح. لو كان المناظرة بخصوص هذا الموضوع المختص سرار ما عندنا مشكلة. نعم طيب اخونا مقداد شوف لنا عالم من العلماء. تفضل قبل ان اقدم فارس
تفضل أخونا من الجزائر.